هذا الدستور هذا عجنتوه خربتوه ودوكا ماده 102 ما كان لا ماده 102 لا ماده 103 لا ماده 104 كاين ماده قال روح خطونا روحوا خطونا رجعوا دراهم اللي سرقتوهم معليش يا سيدي مارسوا حياه مدنيه حياه تجاريه بصح اخرجوا من الحياه السياسيه. اثنين تقول في الدستور نورمالمون تطبق في 2014 ماشي في 2018 راهم يتقعدوا بينا يديروا لنا تشكه بتشكه باش يقعدوا هما في النظام، النظام لازم يسقط يسقط كيما راهو كاع، ست مسيرات ست جمعات والناس خارجه راك تشوف بعينك خويا وما شافوش للشعب، يشوفوا للبترول والغاز لو يخرج للطليان واسبانيا والجهه اللي ملاه. المادة اثنين يا القايد صالح يا القايد صالح نورمالمون ديروها في 2013 ماشي حتى 2018 خلاص فات الهوان دوك الشعب هو اللي خلاص